لا ابتعد ابتعد اوبا، هذه هي التي ينتظرها، هذه هي التي اصاب مباشرة في وجهه، هذه هي الضربة المؤثرة، هذه هي السقطة الذي، ولكن هو يحتفل الان. لا نعرف ما الحكم اذا كان عد او لم يعد. الحكم يبدو ان اوقف النزال بفوز الملاكم العربي الليبي مالك الزناد، والجمهور الليبي المتواجد والجمهور الليبي والعربي المتابع الرياضي طبعا. وللأمانة الرياضية فقد كان أندرو تشيكي ملاكما قويا، أندرو تشيكي صمد، إنما مالك وجه إليه وأصاب وجهه في البداية. لم يسمح تشيكي أندرو بأن يفتح كفيه لوجهه، وإنما هذه المرة الوحيدة التي تمكن فيها من إصابته إصابة قوية بيمينه، وهي ضربة القاضية التي أعلن الحكم إذن الفوز خلالها للبطل العربي الليبي مالك الزنادي. مبروك مالك، مبروك مالك. معلومات جيدة عن الملاكمين، وأشكر جميع العاملين هنا في استوديو الوسط.